السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا مستمعين الكرام عائشة من مدينة طنطا. نعم للا عائشة، السلام عليكم. للا عائشة كتسمعيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير الله يسلمك. للا مرحبا، شنو سؤالك؟ الحمد لله، شكرا على البرنامج. العفو للا، بارك الله فيك. العفو للا. بنت البكتي معي، الله يرحم لك الوالدين في هذه العواشر. اياها للا. الذرية الصالحة. اياها للا. عندك وليدات ولا باقي؟ ثلاثة مجوجة وما عنديش الدراري. باقي ما مشيتيش درتي باقي ما جابش الله الوليدات من 2003؟ مازال ما جاوا. غادي يسر الله تعالى للا عائشة إن شاء الله تعالى. مشيتي عند الطبيب بعدا؟ مشيتي عند الطبيب وجميع المستمعين يقولوا امين. واش يبان للا، واش مشيتي عند الطبيب للا عائشة؟ مشيت لعند الطبيب متخصص، واخا يكون خير ان شاء الله تعالى. لا لا واجب. لالا عائشه اسال الله تعالى ان يرزقك الذريه الصالحه، اساله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقك الذريه الصالحه التي تكون بركه لك وبركه عليك وعلى امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا ندعوك يا الله، وندعوك يا رحمن، وندعوك أنت البر الرحيم، ندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وما علمتها أحد من خلقك أو استأثرت بها في علم الغيب عندك. نسألك يا ربنا أن ترزقها الذرية الصالحة. يا رب أرزق كل فتاة متزوجة أحبت وأرادت الذرية، يا رب ارزقها الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. ربي لا تذرها فردا وأنت خير الوارثين، يا ربي لا تذرها فردا وأنت خير الوارثين. ناخذ معنا للا حسناء من الدار البيضاء. للا حسناء السلام عليكم. للا حسناء كتسمعيني؟ أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام دكتور، بخير؟ مرحبا للا حسناء، مرحبا. دكتور عندي واحد ثلاثة أسئلة الله يرحم لك الوالدين. أيا تفضل للا. سؤال أول دكتور، أنا يا خسر لي بنادي في 2018 ومن ثم بقيت مثل هذا الشهر أحمل، طلب الله استجب في الدعاء في هذا الشهر المبارك ويا الله دع لي هذا السيمانة وكان قلب كيف بزاف دكتور. لا إله إلا الله. دابا شحال كان في عمره، شحال كان في عمره لما طاح لك الأول؟ طاح لي على 5 شهور وهذا طاح لي على شهر وأنا ما كنتش عارفة، وكان طلع في الضرور بزاف ومن يمشي على الطبيب قالت لي راكي حامله. يا الله سينا هذا الزوج داغليه. لا اله الا الله. كنبكي يا دكتور، كنبكي بزاف. اللي بقيت عندك وليدات قبل لالا حسناء ولا؟ لا ما عنديش يا دكتور، ما عنديش. تزوجتي في 2018 من ثم ما بقيتش حمل حتى لهذا الشهر، بقيت تنطلب الله استجب الله الدعاء. نعم. سعادة علي في هذا الشهر، بغيت يا دكتور دعي معايا بزاف. وعندي الام ديالها دكتور مريضه. اييه. شلا داك صابت بشلا نصفي وديما تتبكي واخا مريضة تقول لي بغيت ان نموت نشوف وليداتك، وانا كنت نطلب غير تشوفهم تسهل علي الله. فرحت في هذا الشهر تنقول بغيت غير ما عرفتش شكون صاب غير تشوفهم. نعم. وديما تنبقى نبكي على دكتور بزاف، بغيت كا دكتور دعي معايا تنبقى نبكي هكا تقريبا ليا بزاف وتنبقى نبكي عليها بزاف، تنقول بحال ربي غيعذبني حنا بحال ما رضيتش بحكم الله، تنبقى نبكي على الام ديالي بزاف. ومني في هذا الشهر فرحت جيت زعما نفرح الام ديالي فانا كملت الحكم ديالي. دابا دكتور بغيت تدعي معايا الله يرحم لك الوالدين دكتور، ديما تنتسنط لك. بارك الله فيك. شوفي لالا حسناء، لالا حسناء شوفي، هو اولا في كل الاحوال خصنا نامنوا بواحد المبدا، خصو يكون عندنا بعدا مبدا في حياتنا هو الاول قبل ما نخوضوا كاع في هذه الامور ديال الزواج والابناء يكونوا الذريه ولا ما يكونوش. اول حاجه هو خصنا نامنوا بواحد المبدا سميتو كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمه.
هذا قضاء الله وقدره، الهبة من الله تعالى تكون لمن شاء من عباده، ها؟ يهب لهؤلاء إناثا ويهب لهؤلاء الذكور. فأول شيء هو كان رضاه بقضاء الله تعالى، حنا ما كرهناش أي فتاة وكل رجل يعني زوج بغى الوليدات أنه يعني يكون عنده الوليدات، ولكن أحيانا لما الإنسان واحد المدة ما تكونش عنده الوليدات أو لما تتكون يعني الحياة كلها ديالته ما كتبليش الله فيها الوليدات، يقول الحمد لله على كل حال، لعل في هذا الأمر الذي اختاره الله لنا فيه الخير، حيث الإنسان ما كيعرفش. شوف سورة الكهف راه كنقراو هذا الشيء، كنقراو في سورة الكهف هذا الشيء، كيفاش أن ذلك الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام يعني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا كما قال الله تعالى، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكبرا. لما يكبر هذاك الولد غادي يولي عذاب وبال وويل على هذاك الأب وهذاك الأم. شحال من واحد تيقول يا ريت تكون هما ما ولدتش، يا ريت. كاينه المره اللي كتقول هذاك الموس معناهم تيقول هذا الكلام، علاش؟ لان السخط ديال الوالدين صعيب جدا، صعيب ان الوالد او الوالده يطعن من خلال الابناء ديالهم. راه هذا اشد عذاب واشد عذاب واشد عذاب، ان هذاك اللي قريب منك هذاك اللي حبيب يخرج عدوك، يخرج عدوك ما تشوف فيه ما كيرحمكش، راه صعيب بزاف بزاف بزاف. فلذلك احنا اش كنقولوا؟ كنقولوا احتمالات، تنقولوا هذا قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. احنا كنطلبوا الله تعالى وكنديروا الاسباب، تنحصلوا الاسباب، لان الاسباب مهم، انسان خصو يتقل الاسباب وان يبالغ في اتخاذ الاسباب، ماشي يبغى يتخذ الاسباب، لا خصو يبالغ في اتخاذ الاسباب. شحال واحد تيقول لك وراها بغيت المراه تولد، الزوجة تولد، ولكن كتلقاها في نفس الوقت وما مهلش فيها، كتلقاها هي مسكينه النهار كله هي معصبه والستريس والمشاكل، كيفاش هاد المراه غتولد وهي معصبه؟ كيفاش هاد المراه غادي تولد وهي ما مرتاحاش؟ كيفاش هاد المراه غادي تولد وهي ما عايشاش بخير؟ كيفاش؟ اما يمكنش. اذن فلا بد من اتخاذ الاسباب، لابد ان يتخذ المسلم الاسباب وان يبالغ في اتخاذ الاسباب، لان الشرع يعني دلنا على المبالغه في اتخاذ الاسباب. وفي نفس الوقت الانسان لما كيبالغ في اتخاذ الاسباب جاب الله شي بركه من عنده سبحانه وتعالى، ما جابش الله شي بركه يقول الحمد لله على كل حال، ما يبقاش يقول لي يا ربي انا بغيت هذا الطريق، بغيت هذا الطريق، خصها هي تكون. خصوصا المراه لما كتبقى دايره في بالها باللي خصها تولد خصها تولد خصها تولد، وكتلقاها كتعيش واحد التعب، والزوج كذلك كيعيش معاه هذاك التعب، واحيانا الزوج ما تيكونش حتى هو ذكي، يخفف عليها ويقول لها شوفي انا راه ما مطلبكش انا بالولاد، بالعكس انا بغيت تكون هي مرتاحه، هذا هو المهم. جاب الله الوليدات هو هذاك، ما جابش الله الوليدات ماشي مشكل، ولكن باش يكون واحد الضغط كيتماس على المراه سواء من قبل الزوج او من قبل الام او من قبل الاب، فهذا انا اعتبره يعني امر خاطئ والدين ما كيدلش عليه. فيسني تقول الاسباب ويدعي الله تعالى بالوليدات، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. هذاك الوليد اللي طاح لك لالا حسنه نهار 2018 بعد مرور 5 شهور، هذاك راه كائن حي فيه روح، زرعت فيه الروح، واضح؟ زرعت فيه الروح، هذاك غتلقيه ان شاء الله، ولدك هذاك غتلقيه يوم القيامه، غيكون سبب نجاتك من النار يوم القيامه ان شاء الله، هذاك غادي يشد لك بيديك وما غيتفرق معاك حتى يدخلك الجنة. لأن كنتكلموا على 5 شهور، كنتكلموا على إنسان فيه روح، كائن حي ولكن إنسان فيه روح، يعني راه تكتب ليه الأجر ديالو وكيتسمى وكيتكتب ليه العمل ديالو وكل شيء. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن قبل ما من هذه المدة هذه ما كانتش فيه الروح، فهذا الكائن اللي هو شهر سل الحسن اللي طحلك هو ماشي إنسان فيه روح، واضح؟ هذا كيتسمى سقط عند الفقهاء، وذلك الدم النازل يعتبر دم حيض، لا يعتبر دم نفاس،
واضحه لاله حسناء. علاش؟ لانه هي شهر ونص يعني باقي ما كاينش سميتو. اما خمس شهور هذا انسان فيه روح، فيه روح واضح، هذا غتلقاه يوم القيامه، هذا ما ضاعش ليك لا، هذا جعله الله تعالى لك دخرا يوم القيامه، غادي تلقيه باذن الله تعالى. فنسال الله تعالى ان يرزقك الذريه الصالحه، ونسال الله تعالى ان يرزق كل فتاه الذريه الصالحه، الذريه الصالحه، لان احيانا الابناء تولي وبال وعذاب على الاباء. فنسال الله تعالى كل من رزقه الله الذريه ان يصلحها، وان يرزق وكل من لم يرزق بعد الذريه نسال الله تعالى ان يهب له ذريه صالحه تكون سبب نجاته في الدنيا والاخره. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.